احنا عدينا الحمد لله من الموجة الثالثة، وانا قلت يومها من كام يوم لما الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اعلنت ده، قلت لما اعلنت ان الموجة الثالثة خلاص يعني عدينا منها، قلت طالما في موجة ثالثة يبقى كان في موجة تانية واولى، وطالما في موجة اولى وتانية وتالتة يبقى في موجة رابعة، يبقى في موجة خمسة، لان محدش حتى هذه اللحظة قالك هذه هي الموجة الاخيرة. هل ممكن نوصل لده؟ الله اعلم، بس ده تحتاج لما الشعب كله يتطعم. وعشان كده الدولة المصرية نجحت في توطين صناعة اللقاح الخاص بفيروس كورونا. طيب هل في موعد ممكن توقعه للموجة الرابعة لكورونا؟ ده كلام مهم قوي. هل في توقع من المسؤولين عن هذا الملف عن الموجة الرابعة لكورونا؟ هتيجي امتى؟ هل هتيجي في يناير في ديسمبر الجاي؟ لا، ده طلعت الموجة الرابعة وزارة الصحة والمسؤولين بيتوقعوا انها تيجي الشهر اللي بعد الجاي، الشهر اللي بعد الجاي سبتمبر، ما احنا في شهر 7 هتيجي في شهر 9. معقولة؟ يعني ده هي كانت لسه ماشية امبارح، كمان 6 7 أسابيع هيجي يقول لك الحق تاني؟ قال لك اه. الموجة الرابعة دي تحدث عنها النهاردة الدكتور حسام حسني مسعود رئيس اللجنة العلمية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في حديث مطول لصحيفة الوطن، وقال توقعات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة بتقول ان فيروس كورونا الموجة الرابعة متوقع حدوثها في سبتمبر القادم. لكن نائب رئيس الحميات حميات امبابة بيعلن ايضا في تصريح للشروق النهاردة ان الموجة الرابعة مؤكدة قادمة، ولكن هو اخرها شهر، قال التوقع انها تيجي في شهر اكتوبر القادم. اذا اللي احنا متفقين عليه اللي اعلن ده الدكتور ماهر الجرحي نائب حميات امبابة، اللي اتفق عليه دكتور ماهر الجرحي ده كلام مهم، ودكتور حسام حسني مسعود ان الموجة الرابعة قادمة، الفرق اسبوعين ثلاثة بين الاثنين. طيب هم بيثيروا او خايفين او حاطين ايديهم على قلبهم منين؟ من عيد الاضحى القادم، عشان الطقوس بتاعتنا، احنا هنروح هنختلط ببعض، نصلي صلاة العيد، هنزور بعض، هنقعد على الفتة بعد صلاة العيد 15 و20 و30 واحد، هننزل البلد هنبوس بعض ونحضن بعض. مهما اقول لك من هنا لحد بكره، قال لك العيد في الفايد ملوش فايده، هقعد اقول لك ارجوك البس الكمام في العيد، مش هتلبسه، هقول لك سلم بس كده. انت شفت امبارح رئيس الجمهوريه والسيده حرمه وهم بيعزوا في وفاه السيده الراحله الكبيره جاني السادات؟ انت شفت؟ هتلاقي الرئيس كان بيسلم كده، يعني البقاء لله، البقاء لله، عظم الله اجركم، عظم، في السلام بالايد. ما هو هنا الرئيس السيسي بيضرب مثال، يعني اكيد هو واخد اجراءاته الاحترازيه، واكيد اسره الراحله جاني السادات واخدين اجراءاته، بس عارفين الكاميرات بتتابع، هو بيبعت رساله بيقول لك بلاش سلام بالايد، الكل لابس الكمامه، ممكن يقلعها، اه ممكن يخليها لحد هنا، اه انا رئيس الجمهوريه، لكن ما عملش ده. هل نقدر ناخد اجراءات احترازيه قويه في العيد؟ لان ممكن بعد العيد الدنيا تفلت في الموجه الرابعه. خلي بالك اللي اتطعم لحد دلوقتي 5 مليون. يعني اللي اتطعم حتى هذه اللحظه 5% من تعداد الشعب المصري. عايز تقول انت 100 100، عايز توصل لحد 60% من التطعيم. ربنا يحميكم ويحفظكم من كل سوء، اللهم امين.